الأمل والاجتهاد والكفاح وتحدي الظروف، كلها مصطلحات استطاع أن يقدمها متحدي الإعاقة كما يجب أن تكون. فتحدى الصعاب وغير الظروف إلى الأجمل، وصنع بإرادته عالماً خاصاً يسير فيه ليثبت أنه يستطيع. المركز طبعاً أنشئ بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارجة ورئيس الجامعة، ليكون المرجعية لجميع شؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة داخل الجامعة، بحيث أنه يدعمهم للأغراض الأكاديمية ويدمجهم في الأنشطة اللاصفية في الجامعة. أقسام المركز، طبعاً إحنا عندنا أقسام اللي هي إدارية فيها مدير المركز الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، وعندنا طبعاً قسم شؤون ذوي الإعاقة فيه أنا والأخت منال، اللي هو طبعاً يتم عملية استقبال الطلبة وتسجيلهم في المركز. في قسم الإرشاد، هذا القسم طبعاً يقوم بعمل الاختبارات الخاصة بقبول الأشخاص من ذوي الإعاقة، وطبعاً عندنا قسم نظم المعلومات واللي هو مسؤول عن التقنيات المساندة اللي تدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم في الجامعة. بيبدأ عملنا في قسم الإرشاد كمرحلة تالية للعمل في المركز بعد الإجراءات اللي بتتم في قسم شؤون ذوي الإعاقة. والعمل بيتضمن في قسم الإرشاد أول مرحلة اللي هي المرحلة الخاصة بالتقييم والتشخيص، فيها بيتم تطبيق مجموعة من المقاييس النفسية اللي من خلالها بنقدر نتعرف على القدرات المعرفية والقدرات الشخصية والإمكانيات الخاصة بالطالب. بنقدر نحكم على الطالب هل هيقدر يندمج في المجتمع الجامعي أو عنده مشكلات. بنقدر برضو في المرحلة دي نقدر نحدد احتياجات الطالب، واللي من خلالها بنقدر نحطها في recommendation letter أو خطاب توصية بيتم إرساله للأساتذة الخاصين به في الجدول بتاعه. بعد كده إذا تم قبول الطالب بناخد الإجراءات التالية، وإن لم يتم قبوله لأن مش كل الإعاقات بيتم قبولها. طبعاً نحن في الجامعة نقبل الإعاقات السمعية والبصرية وصعوبات تعلم والمتعددة، وحتى حالياً عندنا حالات سجلت اللي هي طيف التوحد، وغالباً نحن دائماً نقول إن إحنا نقبل جميع الحالات أو كل الحالات اللي باستطاعتها إن هي تندمج في الجامعة ما عدا الإعاقات الذهنية. وهذا الشيء طبعاً حسب الممارسات العالمية اللي إحنا رحنا وشفناها في الخارج وفي الداخل، واللي استقينا منها التصنيفات اللي دمجناها عندنا. لو تم قبول الطالب بنبدأ في عملية المتابعة الخاصة بالطالب مع الأساتذة، بنبدأ نبعت لهم خطابات توصية، ونبدأ كمان نشرح لهم طبيعة الحالة بشكل يعني ما يتعارضش مع سرية الحالة. الجزء اللي يخص الدكتور أو يخص تقديم الدعم للطالب خلال القاعة الدراسية أو خلال الامتحانات بنبدأ نشرحه للدكتور الجامعي أو الأستاذ الجامعي من خلال زيارات ميدانية عنده في المكتب أو من خلال التواصل معه تليفونيا. نساعد الطلبة ذوي الإعاقة على التكيف نفس تربوي داخل الجامعة، على تحسين حياتهم ليمارسون الحياة الجامعية مثلهم مثل أي طالب آخر. في بعد عندنا قسم الترجمة الإشارية، وهذا يكون مسؤول بشكل كبير عن في كوادر بشرية تعمل كمترجمي لغة إشارة، ليكونوا مع الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية الصمم بالتحديد داخل غرف الدراسة، واللي هم يعتمدوا على لغة الإشارة بشكل كامل في تلقي المعلومات. هو أنا
النظري بيبتدي لما الطالب من ذوي الإعاقة السمعية وبالأخص اللي عنده صمم كامل ما بيوصل للجامعة وبيستدعوني طبعا أن أنا أروح أقابله عند قسم القبول أو التسجيل، بقف أترجم له كل اللي هو محتاجه إن كان يخش الجامعة أو التخصصات اللي هو عايزها أو أي إن كان هو بيحتاجه في الترجمة أنا بكون موجود معاه. طبعا بعد ما بيتم قبوله عن طريق قسم الإرشاد والأقسام اللي بيمر عليها الطالب بيبدأ الطالب مهيأ خلاص إن هو خلاص بقى طالب داخل الجامعة. أنا ببدأ دوري معاه إن هو بيبدأ يستلم الجدول بتاع المحاضرات الخاص بيه، وبعد كده أنا بتخصص معاه وباخد الجداول بتاعة الطلبة الخاصة اللي هو هيشتغل فيها داخل المحاضرات. بخش أبدأ إن أنا شغلي هيبدأ معاه داخل الكلاسات كترجمة من أول ما بيجي الجامعة صباحا لحد ما بينتهي، أنا بكون معاه متواجد معاه بشكل يومي داخل الكلاسات. طبعا أثناء المحاضرات ما بتخلص بيحتاجني طبعا في الساعات المكتبية أنا بكون موجود معاه، بيحب يعيد الشرح المادة أو الحاجة اللي درسها في نفس اليوم أو ما سبق بنترجمها له تاني وبنساعده أنه يفهمها كويس جدا. بنروح معاه ساعات للسادة الدكاترة بحيث أنه حب أنه يستفسر عن شيء عن المادة اللي بيدرسها. أول شيء يعني بعد ما يتقيم الطالب من المرشد النفسي نقيمه من ناحية تقنية، فنقعد ويا الطالب ونعرض عليه بعض الأجهزة اللي نشوفها مناسبة للطالب ويجرب بعض الأجهزة الكيبورد المعينة الماوسز اللي عندنا، فنسوي له إيفالويشن كامل على حسب المكانة مالته، يعني نشوف إنه الطالب شنو الأجهزة اللي تتناسب وياه، فنقدم له هاي الأجهزة كنظام إعارة، لأنه إحنا هنا بالمركز عندنا نظام الإعارة اللي هو يستعير جهاز لمدة فصل كامل ويرجع لنا إياه نهاية الفصل للصيانة والأشياء هذه، لكن الأجهزة اللي يستعيرها مجانا ما يدفع عليها ولا شيء. لازم نحن نقدم خدمات حتى بعد ما هم يخلصوا من الدراسة في عندنا بيئة العمل، ندمجهم طبعا بقرار من سيدي صاحب السمو تكليف رسمي لدائرة الموارد البشرية أنهم يتوظفوا في حكومة الشارقة جميع الخريجين. الشيء الثاني احنا عندنا المنح الدراسية، طبعا المنح الدراسية سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة ورئيس الجامعة أمر بتوفير منح دراسية لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة من مرحلة الدبلوم إلى مرحلة الدكتوراه. بالنسبة للخدمات بعد التخرج هناك برامج معينة لدمج الطلبة بعد تخرجهم في المؤسسات وإيجاد وظائف واستحداث وظائف للطلبة ذوي الإعاقة خارج داخل الجامعة وخارجها. هشام هو طالب إعاقة حركية كان يحلم بالالتحاق بكلية الصيدلة، وعلى الرغم من عدم قبوله فيها إلا أنه لم يجعل من هذا الرفض عائقاً وتميز في كلية إدارة الأعمال. أحب أشوف التجارب الأخرى، أعرف أنها أسمع كثير، أعرف مع ناس كثير، ناس أقوى مني أتعلم منهم أستفيد، أحب يوتيوب مواقع تعليمية، أحب أقرأ كثير، أحب أكون أكبر من سني في أي مكان. بالرغم من إعاقته البصرية الشديدة إلا أنه تحدى الجميع بدخوله كلية العلوم قسم الحاسوب
وأصبح حالة فريدة في دراسة هذا المجال على مستوى الإمارات وربما على مستوى الوطن العربي. أنا بحب التكنولوجيا والكمبيوتر، عندي هدف إنه هو أول شيء التكنولوجيا يعني هي سهلت حياة كثير ناس، وخصوصا يعني شخصيا أنا سهلت حياتي كثير. التكنولوجيا يعني البشر راح يقدروا يعملوا فيها معجزات، فأنا هدفي إني أبدأ مشروع إلي، يعني يكون مشروع علم الاجتماع ممكن يكون يعني شيء حلو بالنسبة لي، خاصة أني أحب مثلاً أتكلم ويا الناس، أعرف مشاكلها، ما أحاول أني أحلها مشاكلها. المركز أداة وصل بيني وبين الدكتور، يعني صار أني أقدر أوصل اللي أبغاه للدكتور بشكل غير مباشر. هديل طالبة من ذوي الإعاقة البصرية، لديها اهتمام بالمطالعة والمشاركة في الأنشطة المجتمعية الخاصة بذوي الإعاقة. في الأول كنت مترددة، في الأول اخترت علم اجتماع، بعدين اخترت إعلام، بعدين رجعت اخترت علم اجتماع. لا الصراحة لا، بس الأستاذ اللي ما كان أستاذ ينافس عند الأولاد قال لي اختار علم اجتماع أسهل وأحسن. طموحي بعد الجامعة إن أنا إن شاء الله أكمل الماجستير، بعدين أكمل الدكتوراه، بعدين إن شاء الله لو لقيت شغل بشتغل. لم تمنعها إعاقتها الحركية والسمعية من المشاركة في البطولات الخاصة بذوي الإعاقة، فحققت ألقاباً وحصدت ميداليات في رياضات عدة كرمي الرمح ورياضة الجري، وتطمح بأن تصبح بطلة عالمية. أنا مدربتي الكابتن سعاد، هي مو بس مدربتي، هي أمي الثانية، شجعتني في حياتي العامة، شجعتني بالرياضة، وبنفس الوقت الجامعة. أنا ما كنتش ناوية إني أكمل جامعة، لكن هي وقفت معاي وأقنعتني إنه لازم تكملي، لازم إنه تكملي دراستك ولازم تأخذي الشهادة، الشهادة هي سلاحك. ساعة ونص مثلا، ساعة ونص مش هيكفوني، دخلت مثلا يسيبوني ربع نص ساعة كمان، بحيث أعرف أخلص الامتحان براحتي، وبالتالي ضغط التوتر بتاع الامتحان بيقل عني، وبعرف أجاوب كويس، وبالتالي علاماتي بتبقى كويسة. الصعوبات اللي هي مثلا في الرياضيات، في الكالكولس، في اسئله بتيجي، او في دروس بتيجي رسم جرافس، في مواقع بتعطي وصف
الجراف أو الرسمة، وفي كمان برامج بتساعدني أكتب اللي هي المسائل الرياضيات. فالحمد لله يعني الكمبيوتر ساعدني بكل شيء. لما يكون في امتحان الدكاترة يعني ما بعرف شو يسووا، بس هسه الحمد لله يعني بعد ما صار في تفاهم صار في يعني الوضع تمام، صار الامتحان يجيني على الكمبيوتر. مرة وأنا ماشية كنت طالعة على الباص، مرة أنا والعصاية وجهي كلنا ضربنا في الحيط، فها أثر علي كتير. بعدين بدأت شوي شوي أتدرب، بعدين يعني يوم صديقاتي كانوا معايا والبنات كانوا معايا، بعدين بدأت أحفظ الجامعة، الحين حفظها ما في شيء صعب علي. أنا يعني بالجامعة لما كنت أواجه طلبات مثلا بالمشي بين قاعة وقاعة يعني مسافة بعيدة، أكلم أستاذة يمنى أقولها أنه أنا مثلا أنا مش قادرة أمشي، وفروا لي باص. بالكتابة الإعلامية مثل الكتابة كثير كلمتهم قلت لهم أنا عندي صعوبة بالكتابة، وفروا لي هيوفروا لي حد يعني أنه يساعدني في الكتابة. ترى عيني ألواناً وقد لا تسمع أذني أصواتاً، ولكن الله بقدر ما يأخذ بقدر ما يعطي، واليوم أنا هنا بفضل إرادتي ولأثبت أن الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة جسدية، إنما هي إعاقة وعجز في التفكير والتطوير من الذات، وتكون القوة فقط هي الناجحة في كسر القيود وتحطيم العوائق والوصول إلى ما يصبو إليه صاحب الإعاقة. فإلى أصحاب الإعاقة الذين كانوا وما زالوا دائماً مصدر إلهام لنا لبناء مجتمع يتميز بالإنسانية، أنتم دافعنا لنصبح أفضل. مركز الموارد لذوي الإعاقة إنجاز وريادة، بيئة جادة تدفع لتحقيق الطموح وبلوغ الأمل ودمج ذوي الإعاقة نحو المستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل، من خلال فعاليات وبرامج وملتقيات كالملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمه المركز تزامناً مع يومهم العالمي تحت شعار إنجازات إمارتي تتحدى إعاقتي. ولا يقف التميز والإبداع في جامعة الشارقة ولا يقتصر على ذوي الإعاقة فحسب، ليتسع نطاق تحفيزها إلى كافة طلبتها في جميع الكليات بهدف بناء جيل رائد مبدع ومبتكر. اليوم مع الدكتور المتميز صاحب براءة الاختراع الدكتور الأستاذ عواد الخلف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. الدكتور تميز ببراءات اختراعات عدة وفاز بعدة جوائز محلية ودولية،
من وعنده ومصمم مصمم لمواقع إلكترونية. الدكتور عنده فكر ملهم، حبيت أن الطالبات يستفيدون منه، تصير نقطة انطلاقة للطالبات خاصة في المرحلة الأكاديمية، يحتاجون قدوات ملهمة تعطيهم خلينا نقول نور أو تعطيهم إشعاع للطريق الصحيح في التفكير النقدي. فاليوم المحاور راح تعتمد على التفكير الإيجابي للطالب، راح تعتمد على أساليب وسبل الحفظ والدراسة الصحيحة. هذه الندوة تتكلم عن عدد من المحاور التي تتعلق بخدمة طالب الجامعة فيما يتعلق بالحفظ، مهارات الإدراك السلبي والإيجابي، كيف يحل مشاكل الدراسية بالتعاون مع قسم الإرشاد النفسي بالجامعة. فنحاول من خلال هذه المحاضرة التركيز على مهارات ينبغي أن تكون موجودة عند الطالب، مثل مهارة الحفظ، كيفية التخلص من المشاكل التي يواجهها يومياً، ما هي الآلية لتقبل هذه المشاكل بشكل إيجابي، ما هي مظاهر الإدراك السلبي لدى الطالب، ما هي الأمور المساعدة لتنمية مهارة الحفظ وكيفية التخلص من المشاكل النفسية التي يواجهها الطالب في حياته الدراسية. وايد فادني بحيث انه عرفني كيف التحديات اللي كانت عندي وكيف اني انا اتخطاها. يعني مثلا قبل لا ادخل الجامعه كنت اعتمد على اهلي اكثر، بس الحين في الجامعه اعتمد على نفسي وكيف ممكن اعتمد على نفسي. الندوة علمتني بشكل رئيسي ثلاث نقاط. أول شيء كيف أواجه المشاكل اللي بتجيني بالجامعة، كيف أحلها، كيف أتبع الطرق الصحيحة المدروسة بشكل علمي لحتى أدرس حيث ما أني أضيع وقتي، أدرس بذكاء. كمان نفس الوقت علمتني كيف أبني فكر ناقد حيث أني ما أتلقى كل المعلومات أو الأخبار اللي بتجيني من دون ما أستفسر عنها وأكتسبها هيك من دون ما أني أشوف إذا هي بتناسبني أو لا.